الو، الو، السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن اكلم الدكتوره لو اتفضلي سمحت؟ اتفضلي ام احمد. عندي ابن عنده 6 سنين، 5 سنين وشهرين يعني. ايوه. اسلوبه وحش جدا في البيت ومفيش اكل خالص، وبيتعامل معايا على ان انا ايه، كل حاجه بالضرب بالضرب. مين اللي لو خرجت بيضرب؟ بيه الشارع، لو حد كلمه غريب يهزر معايا، بيضربه برجله، بيضربه بايده، بيضربك بيتعبني قوي في حياتي. بيضربك يا ام احمد؟ بيضربني قوي، واسلوبه كله العنف بتاعه كله بالضرب. انت بتضربيه؟ لا، كنت الاول بصراحه انا كنت بضربه لان بقول الفاظ خارجه بيسمعها مثلا في تلفزيون، بيسمعها في اي مكان في الشارع، وكنت بضربه عشان خاطر ما يقولش اللفظ ده. وبابا يا ترى فمش عارف. بيضربه؟ بابا بابا كان بيضربه. ودلوقتي؟ لا دلوقتي لا، بنتعامل معاه باسلوب غير الاول خالص يعني. بس بالنسبه للاكل، هو ما فيش اكل خالص يعني، 5 سنين وشهرين بياكل لبن وبسكوت في طبق زي اللي عنده لسه 6 شهور. ياه. ما فيش فراخ، ما فيش لحوم، ما فيش اي حاجه داخلها بروتينات خالص، ولا اسماك ولا اي حاجه، ولا مرة كده؟ ولا مره. لدرجه عنده 5 سنين ونص اهو، يعني بحاول لسه اضرب له الفراخ في الخلاط، تعبني اخر تعب. انا جالي مرض نفسي بسبب ده. هو ابنك الكبير؟ هو ولد وحيد. طيب يا حبيبتي ما تعيطيش ما تعيطيش ما تعيطيش، ما تقلقيش ان شاء الله نساعدك. طيب ام احمد، الولد يعني طبعا بيضرب وعنيف في تعاملاته وكده، ويمكن هم اكتشفوا ان هم كانوا عناف معاه فرجعوا خطوتين لورا وهديوا شويه لما لقوا الولد كده. بس كمان هي عندها مشكله رهيبه في موضوع الاكل، انه 6 سنين وبياكل زي السريلاك بس، ولسه تبتدي تحط له الفراخ في الخلاط دلوقتي. ده بصي، طبعا انا همسك الشق الاولاني. اذا انا مش عايزه ابني يبقى عنيف، انا ممنوع ابقى عنيفه انا وجوزي. في بعض الاباء بيعمل حاجه اسمها بلاي فايتنج، ان احنا نهزر بالضرب. فده بيطلع الطفل بيفتكر ان الضرب مرتبط بالهزار والضحك، فهي بتقول هو كمان ماشي وحش؟ في الشارع بيهزر بالضرب. ده كمان وحش الهزار وده بالضرب؟ وحش طبعا طبعا، لان هو ده لعب حواليه مش الصبيان، 3/4 الصبيان بيلعبوا كده، WWE ومش عارفه ايه والمصارعه والكلام ده. بس هو بيمشي، واضح ان هو ما عندوش الوعي الاجتماعي انه يعرف مين يهزر معاه ومين لا. فالطفل ده خاصه ما عملش ده معاه. تمام. بالنسبه لموضوع الاكل، انت محتاجه تبتدي زي ما انت قلتي بحاجات صغيره قوي. واضح ان انت استسلمتي كتير لموضوع البسكوت واللبن. فهو لو جاع شويه وابتديتي تقدمي له حاجات، ادي طبق البسكوت واللبن بس، لازم تجرب دي، يا اما هتجوع شويه هيبتدي يستجيب، خاصه اذا برضه عملتي الربط الشرطي ما بين وقت زوجه وده بتقضيه معاه، هفرجك على كرتون ما حصلش. فلو لو كان في الملاهي مثلا، واحنا في الملاهي ما معناش غير الفراخ او الساندوتش او كذا. لا، هو بصي، الفراخ او اللحمه لازم تبقى مفرومه، بيفضل التركيبه دي، ما بيحبوش الحاجه اللي فيها نسيره. عارفه النساير دي؟ لا، بيفضلوا حاجه مفرومه كده وتبقى سهله البلع. فانا رايي ما تضربوش في الخلاط مش للدرجه دي، الا لو عنده مشاكل بلع او رز مشاكل في الامعاء. فراخ ده الزلط الاكبر، رز وملوخيه وفراخ. بالظبط. لكن هو ما تعودش، فلازم تبتدي بكميات قليله وتشكر فيه كتير، وبرافو انا فخوره بيك، وشوف يا جد وشوف يا نانا. طب هي بتعيط واصله لمرحله من الزعل، ابنها الوحيد ومش عارفه تعمل ايه ويأست، هل ده منعكس على الولد؟ ممكن. وكمان في بعض الامهات بتنفعل على الولد عشان ياكل او تضربه عشان ياكل. بيكره كل الاكل ساعتها. خلاص بيقفل، فبيبقى في ربط شرطي ما بين الاكل وعصبيه مامتي، فانا بكره الاكل.